وش هالمصيبة هذه؟ القهوة ودها تخرب بيوتنا. ما كنت أظن رجال القبيلة عقلهم صغير لهذه الدرجة، قاعدين طول اليوم يلعبون طرنيب وتريكس وما أدري شنو، حتى أبوي زعلان منهم كثير. خلها لله، من يوم فتحوا القهوة وأنا ما شفت حسان. حسان يلعب معاهم بعد؟ لا، حسان قاعد هناك يقرض الشعر، الحين وحي الشعر ملازم القهوة. لا، هذه السوالف ما ينسكت عليها أبد. لزوم الرجال ترجع لبيوتها، ترجع لعيالها، يرجعون المجلس أبوي. إيه واضحة، وش هو الحل؟ والله ما أدري، أقول أكلم أبوي وخليه يمنع الطرنيب والتريكس والزهر. عافية عليك يا واضحة، عافية عليك.